السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الشيخ ناصر محمد سنان المطحني. يا الحمد لله، الآن التبة الأولى مشينا بيني حدود 5 متر بالبخلن. أيوة. من الصباح 2 بخلن كانوا، والآن ما عاد بخلن واحد دقيقة المنطقة. هذه التبة اللي بعد، هذه التبة اللي بعد. أيوة. التبة اللي بين الشجرة منطقة بحج السويد بحدود 4 متر بارتفاع 3. صحيح؟ بارتفاع 3 متر. نعم. أيوة. 4 متر بارتفاع 3 كله الحمد لله هشة وبطروا. ممكن تروح إلى هناك بالمسمار لعند الشجرة؟ إلى تحت، شوف هذاك الشوق هذاك. أيوة. هذاك باين عليه ترابي وهش سهلة. أيوة. ممكن تروح بالبخاش وبالبقلة، ما تحتاج تفجيرات هذه نهائية. سوا. هذه التبة الأولى، آخر تبة من ابتداء. آخر تبة من ابتداء اللي بعد الخندق قدامي. ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنعيم. هذه أول تبة تعتبر الطريق من ضاحة الرباح من منطقة الدركتل إلى هنا بين قشطيبة. ثاني ما بينش أي حاجة، تمام ولا لا؟ تمام. بعد هذه الطريق كله الثاني معانا هذه تبة مرتفعة، أول تبة. أول أيوة. تبة. أول تبة. ارتفاع التبة هذا 10 متر. أرنا نهبطه. يعني بأكبر قدر، احنا نقول بأكبر قدر ممكن تكون 7. ارتفاع 10 متر نهبط. خذي تصور تبة لهنا. هذا الصخر نشتري ننزل عند الصخر هذا بحيث انها تكون ميول مقبول. ارتفاع 10 متر بطول كم يا هلال؟ 20 متر بطول. 20 بطول 20 بأكبر تقدير. ايوه. ارتفاع 10 بطول 20، هذه ضروري تهبط الى هنا، تهبط بالتفجيرات وبالبوكلينات. أيوة. تمام. هذا اول مقطع. يلا. هذا المنطقة التبة من اعلى. نعم. من فوق. من فوق. هذا من فوق التبة. انا الان فوق التبة الذي اشار عليه عمي ناصر. طبعا الطول ما يتجاوز 20، اقل من 20 باقي. فيكون تحت البقعة هنا 20 متر، بس احنا نقول 20 متر طول. طول الى جايب الى محاجر سعر. لا لا لا. آه. لا يعني هذه التبة 20 متر. 20 متر ننزل ونزل 10. تمام ولا لا؟ تمام. وهي اشد السباب قوة. هاي اشد السباب. وهي اشد السباب قوة. طب يا اخي جلال. ايوه. هذا المقطع نهاية التبة. ها؟ نعم. البوكلين. لا عند البوكلين. حشو ترابي. حشو ترابي. إلى تحت. إلى تحت. يعني بمشي معانا بالدركتلة. بمشي بالدركتلة بالبخاش بال. أيوة بالبخاشات بالبوكلين بمشي معانا سريع. نعم. هذا طوله 20 أو 30 متر. طوله طويل. تمام ولا؟ تمام. المقطع اللي بعد. هذا صخري حامل محاجر زعيد وفوقه وحية تربة. حزام صخري. نعم. إلى عند التبة اللي بيشتغل فيها عامل الكمبري. النصف الداخلي صخري. ايوه. والخارجي هش. الخارجي اللي هو ايوه. هذه المنطقة رقم 2. المنطقة رقم 2 اللي بعده. اما وسع الطريق هنا 20 متر. تمام؟ ايوه. ومحمية بالبحر. محمية بجبل. بجبل اخر جبل. نعم. وهذه منطقة هشة، هذه بعد الجانب الخارجي هش كله. ايوه كله هش. من التبة الأولى. نعم. وهاش ترابي كله يمشي يعني بالدركتل. يعني انا ممكن اليوم بدركتل يصلح لي بنش الى نهاية الطريق، صح ولا لا؟ نعم. بنش الى نهاية الطريق بساعته الدركتل. اكيد. يا جلال
هالشهر وكرابية. انت تشوف هذا التراب من عندكم بريش؟ ايوه كله تراب. لا عند التبه هذه عند الشجره. ايوه كله ترابي وهش. بقينا نزور كمان نشتي فيها تمام ولا لا؟ تمام. معنا المنطقه هذه الوحيده الى الان ما ظهرش صخر داخله. نعم. ولكن في امتداد للصخر هنا ومن الجهه الثانيه قد ظهر. من الجهه الثانيه ظهر الجبل نفسه هذا. ها؟ بالضبط. بالبنش اللي بينه وبكلين البراء. ما فيش قفل لانه في معناته ايوه ما يقعد داخل. لا لا والصخر الصخر يمتد عندما تشوف يمتد لانه هاي يا جلال. اها الصخر هنا والصخر بدي بالجهه الثانيه. نعم انا قصدي انه اكيد اكيد قاشف عند البكلين. كل المنطقه هذه ترابيه وهشه عند الشجره. واضح واضح. هذه المنطقة عند الشجرة. نعم. كل هش وترابي. إلى عند التبة هذه. لا صور التبة هذه يا جماعة. هذا كله هش وترابي، منطقة كلها هش وترابي تروح بالدرج ترى. هذه التبة. أول شيء هذا ترابي. أيوه من جانب الشجرة. من جانب إلى عند إلى عند إيش؟ إلى عند الصخرة ذيك. هذه الصخرة. هذا التبه صخري. لا لا اكيد جبل. شوف تمتد 20 باكبر تقدير ولا مش 10 متر؟ يعني باكبر تقدير ممكن هي 10 متر ما تزدادش. هنا والصخر بدي بالجهه الثانيه. نعم انا قصدي انه اكيد اكيد قاشف عند البكلين. كل المنطقه هذه ترابيه وهشه عند الشجره. واضح واضح. هذه المنطقه عند الشجره. نعم كل هش وترابي. الى عند التبه هذه. تعال صور التبه هذه يا جماعه. هذا كله هش وترابي، منطقه كلها هش وترابي تروح بالدرج ترى. هذه التبه. اول شيء هذا ترابي. ايوه من جانب الشجره. من جانب الى عند الى عند ايش؟ الى عند الصخره ذيك. هذه الصخره هذا التبه صخري. لا لا اكيد جبل. شوف تمتد 20 باكبر تقدير ولا مش 10 متر؟ يعني باكبر تقدير ممكن هي 10 متر ما تزدادش. تشتيتها هبيط 10 متر. لا هنا هذه التبه. ايوه هذه التبه تشتي من هناك تهبيط 10 متر ما بين عمل بوكلينات لانه مش 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 صخري قوي صح ولا لا؟ هنا انت قرب قرب الصوره يا جماعه. قرب الصوره. ممكن تروح بالبوكلينات ولا مش اسمه والتفجير والبخاشات. بالدرك تل بالدرك تل وبالدرك تل ممكن تروح بالدرك تل. بس احنا نقول هي هذه التبه ايش الثالثه؟ التبه الثالثه. ايوه وقفنا صور لهم التبه من فوق اللي بعدها. هذه التبه من اعلاها. نعم فعلا ما تتجاوز 10 متر بس احنا نقول 20 متر تمام. ايوه قطع عرض من تحت والى الى عند البوكلين باتجاه الخندق. الى عند البوكلين. نعم والى هنا والى وشق الشجره هنا وذا الى لحظنا الى هنا المنطقه الترابيه. سهلة لا ايوه بس نقول 20 متر بتهبط 10 تمام. تمام تعال 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 من هنا من عند البوكلينات. ايوه الى السبلي بالدرك تل كلها بالدرك بالدرك تل هذه. نعم نعم من عند من عند الخندق الى السبلي. أيوة. كلها بالدرك تل. الصخر اللي بدا عند الكمبريشانات اللي بدي صخر. ايوه ايوه اذا وين هذا هو جنب البنش. يعني معناته اكيد الاماكن هذه هي متساقطه انه ربما يطلع الصخر ممتد. لا هذا يجي ممتد. أيوة بس انه لفت الصخر. لفت الصخر احنا يعني تقدير التقليد ولا نقدر. احنا هنا الصوره واضحه تمام ولا لا؟ الصوره واضحه تماما. معانا ثلاث تبات باعلى تقدير من 20 متر بيهبط 10. هو باعلى تقدير ولا لا يا اخي؟ باعلى بس باعلى تقدير تمام ولا لا؟ تمام بأعلى تقدير كل واحدة طولها 20 متر التهبيط 10 والقرار لهم بعد. انا احب تقرير التقريبا درك تل يعني سهل جدا. تخندق بالبخار واحتفظنا بهذا الصابر الحماية حماية بالطريق. كان في هنا كان في هنا زيادة ادينا البخلين كسر الزايد. نعم معروف. ومن هنا كامل ترابي إلى السبلي إلى ظهرة السبلي. إلى تعال صور هذا هذا فتحوه الدركتل بين نصيو ولا نصيو بين هذا كله ترابي. هنا صلحنا بانش من سد ما يجيش يحرك من فوق لانه يتعلق
المحاري تعلق بحجر ساعه وهي بين تراب. نعم. لكن صلحناه بنش من تحت لا كله تراب. شوفوا شوفوا قصه التراب. كله تراب هذا. باين واضح بالصوره. تراب. كله تراب. نعم هذا الجانب الداخلي لا. في هناك ظهر لنا هذا كله كدف. يعني كدف معروس. كدف عند التبه. هي كدف معروف مش يعني مثل بسيط. ولا هذا كله تراب ضرب. هذا الحر عادي على ما هي. هذا كله ترب طبعا. لأنه إلى. الآن بنمشي باتجاه الدركتل باتجاه رضوان. هناك يا جلال. أيوة. التباب هذيك. هذا بالدركتل يصبح عراض. هذا على كتف المعروف. هذه هي الصخرة الكبيرة التي ظهرت في الجانب الداخلي بجانب الدركتل. مغروس غرس طبعا. مغروس بن تراب مش جبل للداخل. بعده تراب. نعم من هذه الجهة بجانبها تراب ومن هذه الجهة باتجاه الدركتل كله تراب. إذا يعني الصخرة مغروسة غرس بالوسط بين تراب. الطريق هتصبح عند العلبة هذه ردم. نردم هذا الخط الأول نردمه إلى هناك. وهذه الشجر الخضراء عند الصبار عند البريكة. ايوه نعم تمام ولا لا؟ يصبح الخط عراض بدون اي قطع صخري. نعم على مستوى المسار الذي بجنب البيت والبريكة. ايوه وهذا يمكن على مستوى كله تراب. نعم هذا قد وضحناه يوم امس. هذا ما لم تضيحه كامل عن الطريق.